السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبيبي طالب سنة 5 ابتدائي. ويلكم باك. في الفيديو ده ان شاء الله هنشرح يونت 9 الوحدة التاسعة باي ذا سي شور بجوار شاطئ البحر، وهناخد النهاردة ان شاء الله lessons 1 and 2 الدروس الاول والتاني. هيبقى مطلوب منك تكبر شاشة الفيديو وتجيب ورقة وقلم وتكتب النقاط المهمة ورايا. اي جزئية غمض عليك ممكن تتواصل معايا على جروب التليجرام، ولينك جروب التليجرام هسيبه لك في صندوق الوصف اسفل الفيديو. في جروب التليجرام هبعت لك واجب وهصححه لك وهتابعك متابعة يومية ان شاء الله. ودلوقتي بقى علشان ما تتكلمش كتير يلا بينا نبدأ فيديو النهاردة. زي ما قلت لك هنقسم فيديو النهارده ان شاء الله لثلاث اقسام. القسم الاول هنشرح فيه ليسن 1 الدرس الاول conversation time وقت المحادثه، والجزء الثاني هنشرح فيه الورد تايم وقت الكلمات، والجزء الثالث هيبقى وقت القراءه. هنقرا الحاجات دي كلها من كتاب المعاصر، وبعد كده ان شاء الله نبقى ننتقل لجروب التليجرام. تعال بقى نبدا من ليسن 1 الدرس الاول. في الدرس الاول وهو وقت المحادثه، الاول افكرك اسم الوحده بتاعتنا باي بجوار ذا سي شور. طبعا سي بس يعني بحر، سي شور شاطئ البحر، اسم الوحدة بجوار شاطئ البحر باي ذا سي شور. باي ذا سي شور يبقى انت كده تعرف اسم الوحدة التاسعة ايه، اسمها باي ذا سي شور بجوار شاطئ البحر. المكان بقى الجميل اللي كلنا بنحب نروحه شاطئ البحر، والأنشطة الجميلة اللي بنعملها على شاطئ البحر باي ذا سي شور. يبقى سي شور ده عبارة عن مكان اسمه شاطئ البحر سي شور. سي شور بحب قوي الطالب اللي بيتجاوب معايا وهو بيتفرج على الفيديو، يعني انا اقول سي شور وهو يردد معايا سي شور سي شور، ويا سلام بقى لو معاه ورقه وقلم ويكتب سي شور وجنبها شاطئ البحر، يبقى باي ذا سي شور بجوار شاطئ البحر. يا ترى ايه المحادثه اللي دارت بجوار شاطئ البحر؟ المحادثة يا حبيبي باختصار شديد عبارة عن فريقين، هم أصدقاء قسموا بعضهم فريقين، والفريقين دول بيلعبوا لعبة اسمها فولي بول. اسمها فولي بول، اهي فولي بول. فولي بول يعني كرة طايرة، كرة طايرة فولي بول. ولما اقول بلاي فولي بول يعني يلعب كرة طايرة. عموما ما تشغلش بالك بيها لان دي اساسا جاية لك في الدرس التاني. المهم ان احنا عندنا فريقين، والفريقين دول بيلعبوا فولي بول كرة طايرة، واحنا دلوقتي في اخر الجيم اخر المباراة. المهم ان كريم جه يصد الكرة ما عرفش يصد الكرة، فقال ايه كريم؟ وبدأت المحادثة بالكلمة دي. كريم قال اوه I missed the ball. ده كلام كريم. طبعا كده كريم خسر. يعني ايه بقى I missed the ball؟ فاتتني الكرة، انا فوتت الكرة، ما لحقتش الكرة، ما مسكتش وما صدتش الكرة. فكريم قال oh. طبعا oh دي عبارة بقى يا او عبارة زعل. oh I انا missed، انا فاتتني I missed the ball الكرة. Oh I missed the ball. طبعا missed فعل بمعنى يفوته. I missed the ball انا فاتتني الكرة، او انا اخطأت تصويب الكرة، اخطأت صد الكرة. I missed the ball. Oh I missed the ball. ده كلام كريم زعلان جدا وبيقول Oh I missed the ball، فاتتني الكرة، جيت اصد الكرة معرفتش، عدتني الكرة وخسرنا. I missed the ball. Oh I missed the ball. فالفريق التاني طبعا دلوقتي الفريق التاني كسب، فقعد يتنطط بقى وفرحانين وقالوا We نحن won فزنا. قالوا كده We won نحن فزنا. We won نحن فزنا. طبعا انت فاكر won فاز، خدناها في الترم الاول لما كنا بنقول win a prize. فاكر win يفوز وماضيها won فاز. فلما اقول لك وي وان نحن فزنا، وي وان نحن فزنا،
يبقى المضارع win يفوز، win يفوز، والماضي won فاز. فلما أقول we won we won، نحن فزنا نحن فزنا. يبقى هي دي الصورة الأولى باختصار شديد. الفريقين طبعا فريق يعني team، أنا عندي two teams، فريقين كلمة team T E A M team فريق. المهم ان الفريقين بيلعبوا زي ما قلت لك فولي بول كرة طايرة. فجي كريم يصد الكرة ملحقش الكرة، فقال بكل زعل oh I missed the ball، انا فاتتني الكرة او اخطأت تصويب الكرة. فالفريق التاني بقى يا سيدي قاعد يتنطط من الفرحة وقال we won we won، نحن فزنا نحن فزنا، احنا كسبنا we won we won، نحن فزنا نحن فزنا. هنيجي بقى على الصورة التانية. الصورة التانية بتعلمني قيمة جميلة جدا جدا جدا، وهي ان انا لما ابقى خسران المفروض ان انا بقول للكسبان مبروك، وانا برضو لما ابقى كسبان ما عدش اتفاخر قوي او افتخر على الخسران، لا ما عدش اتباهى قدامه، بالعكس ده انا اقوله انت لعبت كويس وانت كنت كويس ومستوانا كان قريب من بعض. فده اللي حصل في الصورة التانية. في الصورة التانية واحد من الخسرانين الفريق اللي اتهزم قال الفريق اللي كسب كلمة جميلة جدا جدا لازم كلنا نحفظها ونستخدمها، congratulations congratulations. الكلمة دي معناها تهانينا، أو بص يا سيدي معناها ألف مبروك، congratulations congratulations. تعال نقسم الكلمة دي هتلاقيها سهلة جدا ومن أسهل الكلمات. كان هنقسمها مقاطع، كان أهي هنكتبها هنا، وإنت من نفسك أول ما خلصها هتوقف الفيديو وهتسبلها بكل سهولة. كان ادي كان 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 كان، ادي المقطع كان. جرات كونجرات 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 كونجراتيو 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 كونجراتيو. ليشنز لي ادي لي ال اي ليشنز، طبعا احنا حطينا اس في الاخر لان انا بجمع بقول تهانينا، congratulations 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 على بعضها congratulations congratulations. دي بنستخدمها علشان نبارك بيها للناس ونهني الناس ونقول لهم congratulations congratulations، نقول لهم congratulations. قولها كده معايا congratulations. تمام، انا سامع شطار بيجاوبوا معايا وبيقولوا congratulations. يبقى الواحد من الفريق الخسران قال للكسبانين congratulations. دي اسمها بقى روح رياضية وحاجة جميلة جدا انها تبقى بينا، congratulations تهانينا. فالفريق الكسبان قال له ايه، او واحد من الكسبانين قال nice game nice game. كلمة nice صفة بمعنى جميل، والجيم هي اللعبة او المباراة. nice game اللعبة كانت جميلة او كانت المباراة جميلة، nice game. ادي nice game اللعبة او المباراة كانت جميلة، وبعدين قال it هي اللي هي المباراة، it was كانت، لان طبعا المباراة دي خلصت خلاص، it was هي كانت، خلي بالك من الصفة اللي جاية دي جميلة جدا، close it was هي اللعبة was كانت close. يعني ايه close؟ close يعني متقاربة، اللعبة كانت او المباراة كانت متقاربة، يعني مستوانا كان قريب من بعض، احنا مش احسن منكم بكتير. It was close nice game it was close، يعني ما قالش احسن احنا كسبنا وانتوا خسرانين وانتوا ما بتعرفوش تلعبوا والكلام ده، لا لا خالص، قال nice game it was close nice game nice game مباراة جميلة، nice جميل زيك كده nice nice game مباراة جميلة. it was close
كانت كلوز متقاربة. يبقى شوف المحادثة، المحادثة دي سهلة من على فكرة، من أسهل المحادثات اللي عليك في المنهج، محادثة يونت 9 باي ذا سي شور بجوار شاطئ البحر. لما كريم قال أوه، شوف أنا هعيد لك تاني، او اي ميست ذا بول، فاتتني الكره، فالفريق الكسبان قاعد يتنطط بقى وقال وي وان، نحن فزنا. وفي الصوره الثانيه واحد من الخسرانين قال الكسبان كونجراتيوليشنز. الكلمه دي علشان انت شاطر هتحفظها على طول، كونجراتيوليشنز، تهانينا او الف مبروك. فواحد من الكسبانين قال نايس جيم، المباراه جميله. It was، هي كانت close، متقاربة. فالمهم بقى لما واحد من الكسبانين قال nice game، مباراة جميلة، It was، هي كانت close، متقاربة، واحد تاني من الكسبانين قال yeah، yeah دي زي yes كده، yeah اهي، Y-E-A-H، هنعمل علامة تعجب هنا، yeah يعني فعلا، أيوة، yeah it was، كانت متقاربة أو كانت جميلة. Yeah it was، yeah it was. واحد من الكسبانين برضو قال yeah it was، أيوة كانت، كانت يقصد كانت close، متقاربة، وكان المستوى قريب من بعض. المهم بقى يا سيدي في الصورة الثالثة، بعد ما ارتاحوا خلاص بقى وريحوا من المباراة، فقالوا إيه لبعض؟ دو في الأول يعني هل، أوكي؟ ركز بقى معايا في الكلام ده، دو في الأول يعني هل، ده واحد من الكسبانين بيقول دو هل، يو دو يو وانت، أكيد فاكر الفعل وانت أخذناه كتير جدا جدا جدا، وانت يعني يريد، دو يو وانت، هل تريدوا، دو يو وانت، دو يو وانت، هل تريدوا. هو ينفع يا مستر أقول داز؟ طيب لا خالص، اوعى تقول داز مع يو، يو ما ينفعش يجي معها داز، يو دو، داز دي بتيجي مع هي وشي وات واي اسم مفرد هم اصحاب الاسم. طب ممكن اقول ار يو وانت؟ حبيبي هقول لك على حاجه، انت علشان تجيب ار او ام او از، ام واز وار، يبقى انت محتاج يتحط للفعل اي ان جي، الفعل ده في المصدر، قول دو، لو جات لك تشوز اختار دو، دو يو وانت، هل تريد او هل تريدوا، الكسبان بيقول دو يو وانت، هل تريدوا تو ان، وان برضو تو بيجي وراها فعل في المصدر play، do you want to play، هل تريد ان تلعبوا، do you want to play. خلي بالك again مرة اخرى، again a g a i n، وخلي بالك هنعمل هنا question mark علامة استفهام، do you want to play again، شفت الجملة، do you want to play again، هل تريد ان تلعبوا again مرة اخرى، again 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 يعني مرة اخرى، زي ما انا كده بقعد اكرر لك الحاجة بقولها لك again مرة اخرى، do you want، do you want، الكسبان بيقول do you want، هل تريد to play، ان تلعب again مرة اخرى، يعني بالعربي كده تلعب تاني او بالبلدي كده بيننا وبين بعض تلعب تاني، do you want to play again، do you want to play again. فطبعا كريم ما صدق، قال sure، بالتأكيد، طبعا نلعب تاني، sure sure. يبقى كلمة sure على فكرة خدتها كتير جدا قبل كده، sure اهي، sure sure يعني بالتأكيد، sure. يبقى دي الصورة التالتة، do you want to play again، عايز تلعب تاني، فالتاني قال sure، بالتأكيد، وفعلا في الصورة الرابعة قاموا يلعبوا تاني. فهم رايحين يلعبوا تاني بقى، واحدة من الخسرانين او الفريق المهزوم قالت this time، time يعني وقت، وليها معنى تاني مرة، this time هذه المرة، الخسرانة قالت المرة دي this time، this time انا مقصودش طبعا time هنا وقت، time هنا ليها معنى تاني مرة، this time هذه المرة، المرة دي we will win. بس will ممكن تكتب باختصار، will اللي هي اصلا دي حبيبي اللي هي W-I-L-L معناها سوف، وبيجي بعدها فعل في
المصدر. يعني فعل في المصدر؟ يعني فعل بدون اضافات. when فعل في المصدر. طيب ممكن اختصر well لأباسترفي ال ال او وهقولها كده will. will when this time هذه المرة will when أو we will when نحن سوف نفوز. this time هذه المرة we will when نحن سوف نفوز. فالتانية اللي كسبت قبل كده بتقول لها we will see سوف نرى. هنشوف we will. احنا خلاص اتفقنا ان دي will ونقولها will. will see يعني سوف نرى، يعني المرة دي احنا اللي هنكسب. فالتانية قالت لها طيب هنشوف، هي كده this time هذه المرة we will win سوف نفوز أو will win. فالتانية قالت لها we'll see. طب هو ينفع أقول we'll so؟ لا طبعا. طب ينفع أقول we'll sees؟ خالص حد فعل في المصدر بدون إضافات بعد will. see when this time هذه المرة we'll win سوف نفوز. فالتانية قالت لها we'll see سوف نرى. تخيل كده المحادثة خلصت. المحادثة دي كانت من أسهل المحادثات اللي عليك. هي بدأت بالصورة الأولى إن كريم فاتته الكرة وقال oh I missed the ball فاتتني الكرة، والفريق التاني طبعا عبر عن الانتصار وقال we won we won نحن فزنا نحن فزنا. بعد كده بقى بيجي دور الروح الرياضية. الفريق الخسران قال الفريق الكسبان congratulations يعني تهانينا أو ألف مبروك، وبرضو الفريق الكسبان متواضع وقال nice game المباراة جميلة. it was هي كانت، close متقاربة. فواحد من الكسبانين قال yeah it was أيوة فعلا كانت متقاربة. بعد كده بقى لما ارتاحوا بيقولوا البعض do you want هل تريد to play again أن تلعب مرة أخرى. فكريم قال sure بالتأكيد، وقاموا رايحين يلعبوا. فهم رايحين بيقولوا this time ده الفريق الخسران قال this time هذه المرة we will win نحن سوف win نفوز. فالتانية قالت we will see نحن سوف نرى. هو ده بكل تبسيط درس المحادثة. ودلوقتي بقى تعالى ننتقل لليسن 2 الدرس التاني علشان نتعلم مع بعض 8 حاجات بتحصل by the seashore بجوار شاطئ البحر. من الحاجات الجميلة اللي بنعملها عند شاطئ البحر ان احنا ممكن نلعب بينج بونج على الشاطئ، ودي اسمها play ping pong. play ping pong play يلعب ping pong اللي هي البينج بونج او تنس الطاولة. play ping pong play ping pong play ping pong يلعب تنس طاولة play ping pong. وبرضو من الحاجات الجميلة جدا اللي بنعملها by the seashore بجوار شاطئ البحر الحاجة اللي دارت عليها المحادثة play volleyball يلعب كرة طايرة. play volleyball play volleyball play volleyball play يلعب volleyball اللي هي كرة الطايرة. play volleyball play volleyball يلعب كرة طايرة. بنعملها فين؟ by the seashore بجوار شاطئ البحر. ممكن نجيب الشبكة ونقعد على الشاطئ او نيجي على الشاطئ ونلعب كرة طايرة. يبقى احنا كده play volleyball يلعب كرة طايرة. تالت حاجة بقى بنعملها by the seashore بجوار شاطئ البحر اننا بنغطس تحت المية باستخدام انبوب تنفس، لان طبعا تحت المية مفيش هواء. فبنجيب انبوب تنفس كده وبننزل بقى نغطس واحنا معانا الانبوب ده بنتنفس بيه، ودي اسمها بالانجليش snorkel 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 يعني يغطس تحت الماء باستخدام انبوب تنفس. snorkel 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 كده احنا خدنا 3 حاجات بنعملها by the seashore. افتكر معايا play ping pong play volleyball snorkel يغطس تحت الماء snorkel snorkel. وطبعا by the seashore عند شاطئ البحر احنا بقى go fishing بنصطاد او بنمارس الصيد او نذهب للصيد. go fishing go طبعا go سهلة وفيشنج بنجيب فيش ونحط لها اي ان جي. go fishing على بعضها معناها يصطاد او يذهب للصيد. go fishing go fishing
go fishing. خامس حاجة بقى جميلة جدا واحنا بنعملها by the seashore بجوار شاطئ البحر اننا بنركب الخيل هناك ودي اسمها go برضو go horse horse لوحدها يعني حصان horse back riding back اللي هو ظهر riding اللي هو الركوب على بعضها go horse back riding يعني يركب الخيل go horse back riding go horseback riding go horseback riding يركب الخيل انا عارف انك شاطر وقاعد مصحصح وبتكتب وبتردد ورايا go horseback riding يعني يركب الخيل go horseback riding وبرضه يا سيدي واحنا هناك ممكن ناخد مركب كده ونبحر شويه ودي اسمها go sailing دايما go هيجي الفعل التاني وراها لو جه فعل تاني ورا go هنضيف للفعل ده ing زي go fishing go horseback riding ودلوقتي بقى بنقول go sailing يعني يبحر go sailing او يذهب للابحار يبحر يعني تركب اي حاجه في الميه انت كده بتبحر go sailing go sailing go sailing go sailing go sailing يعني يبحر او يذهب للابحار ودي برضو بنعملها by the seashore بجوار شاطئ البحر ويا سيدي بيبقى في عند شاطئ البحر اماكن كده مخصصه للتزلج يتزلج اسمها inline skate inline skate inline skate inline skate الكلمات دي اللي انت شاطر جدا وتحفظها بكل سهوله inline skate يتزلج inline skate inline skate يتزلج inline skate وممكن بقى عند شاطئ البحر نقعد بقى على الشط ونسمع موسيقى ودي اسمها listen يستمع to الى music انت فاكر في الترم الاول listen to stories يستمع الى القصص لا النهارده بنقول listen to music يستمع الى الموسيقى listen to music listen to music listen يستمع to الى music الى الموسيقى فين by the seashore بجوار شاطئ البحر تعال كده عد معايا الثمان حاجات اللي بتحدث by the seashore بجوار شاطئ البحر play ping pong play volleyball snorkel اللي هي يغطس تحت الماء باستخدام انبوب تنفس وبعد كده قلنا ثلاثة go go fishing go horseback riding go sailing وبعد كده inline skate يتزلج و listen to music يستمع إلى الموسيقى حاجات سهلة جدا وبسيطة وانت هتحفظها ان شاء الله بكل سهولة ودلوقتي بقى هننتقل لجزء مهم جدا في الفيديو ان احنا هننتقل للكتاب ونقرأ الحاجات دي من الكتاب وبعد كده هقولك خلاص للأسف الفيديو خلص هشوفك بقى في جروب التليجرام تعال بقى يلا ننتقل للجزء الثالث من الفيديو جزء الكتاب اول الكلمات اللي هنحفظها مبروك او تهانينا congratulations 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 اما بقى لعبة يعني game 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 وشاطئ البحر الكلمة دي مهمة جدا وموجودة في عنوان الوحدة seashore 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 متكافئ او متقارب close 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 أما بقى مرة أخرى يعني again 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 وبالتأكيد sure 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 والفراشة butterfly 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 لطيف أو جميل الصفة دي مهمة جدا nice 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 وكمان لطيف أو جذاب cute 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 ما أو ماذا what what كرة bowl bowl ونعم ممكن نقولها yeah أو yes الأفعال دي برضو مهمة جدا وكانت موجودة في المحادثة يريد want ومضيها wanted wanted يفقد أو لا يصيب miss miss والماضي missed missed يلعب play play والماضي لعبة played played أما الأفعال دي فدي أفعال شاذة غير منتظمة يفوز win win والماضي فاز won won ويخسر عكسها lose lose
أما بقى خسر lost lost. يرى يعني see see. ويرأى saw saw. ودي تعبيرات وحروف جر هامة. لقد أخطأت تصويب الكرة I missed the ball، أو لقد فاتتني الكرة I missed the ball. لقد فزنا We won. كانت مباراة متكافئة أو متقاربة It was close. هذه المرة سوف نفوز This time we'll win. سوف نرى We'll see. تعال بقى بص على أول صورة. كريم بيقول Oh I missed the ball. لقد فاتتني الكرة. والفريق الثاني We won we won. نحن فزنا نحن فزنا. في الصورة الثانية Congratulations. تهانينا. Nice game. مباراة جميلة. It was close. كانت متقاربة. Yeah it was. نعم كانت كذلك. وفي الصورة الثالثة Do you want to play again؟ هل تريد أن تلعب مرة أخرى؟ Sure بالتأكيد. والصورة الرابعة This time هذه المرة We'll win سوف نفوز. We'll see سوف نرى. تعال بقى زي ما احنا متعودين نشوف سكر وسكرة جايين يرجعوا لنا على اللي فات. سكرة بتقول لسكر Guess what خمن ماذا. فسكر قال لها What ماذا. فهي قالت له There is a butterfly توجد فراشة On your head على رأسك. فهو قال Oh no. هي قالت له Don't worry لا تقلق It's cute إنها جميلة It won't hurt you لن تؤذيك. وفي listen to هناخد بقى 8 حاجات بتحدث by the seashore بجوار شاطئ البحر. أول حاجة play ping pong يلعب تنس الطاولة. وتاني حاجة play volleyball يلعب كرة طائرة. ورقم 3 يغطس باستخدام أنبوب التنفس snorkel snorkel. ويذهب للصيد أو يصطاد go fishing go fishing. يركب الخيل go horseback riding go horseback riding. ويبحر go sailing go sailing. يتزلج inline skate inline skate. ويستمع إلى الموسيقى listen to music listen to music. وناخد كلمات إضافية برضو أسرع faster faster. متأكد positive positive. لما تقول I'm positive يعني كأنك بالضبط بتقول I'm sure أنا متأكد. وأيام الأسبوع هي السبت Saturday Saturday. الحد Sunday. الاثنين Monday. الثلاثاء Tuesday Tuesday. الأربعاء Wednesday Wednesday. الخميس Thursday Thursday. الجمعة Friday Friday. آخر بقى حاجة الأفعال دي الأفعال المنتظمة دي يلعب play والماضي لعبة played. يغطس باستخدام أنبوب التنفس snorkel والماضي منها snorkeled. اللي حصل إن احنا ضفنا كمان حرف L وبعد كده ضفنا ED. يستمع listen أما الماضي منها listened استمع. كده احنا خلصنا فيديو النهاردة. لو في أي حاجة غمض عليك ياريت تتواصل معايا وأنا هرد عليك على طول على جروب التليجرام. هتوحشني كتير جدا لغاية الفيديو جاي. وجود باي مع السلامة.